تتواصل مشاهدينا الاعزاء الانطلاقات هنا من تحفة الميادين ميدان المرموم، حيث مشاهدينا الاعزاء تستمر الانطلاقات بثاني ايام هذا المهرجان هنا على تحفة الميادين. على بركة الله مشاهدينا الاعزاء ينطلق شوطنا الرابع عشر في مجموع اشواطنا الصباحية لهذا اليوم، الشوط الرابع عشر الخاص بالجعدان، الإذاعة، المحليات، البكار، المهجنات، الأصايل، والمسافة 6 كيلومترات. على بركة الله نبدأ مع المقدمة ونتابع صدارة هذا الشوط. هناك المركز الأول الياف لهجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي من يتابع مع اليافل على المقدمة وعلى صدارة هذا الشوط. المركز الثاني نتابع المركز الثاني وثاني المراكز، وتابع هذا التحدي الرائع من خلال هذا المسار الرائع. هناك المركز الثاني من تتواجد هناك بشعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير على ثاني المراكز، والمركز الثالث وتابع ثالث المراكز وتابع ثالث التحديات من خلال هذا المسار الرائع ومن خلال هذه التواجد الأسماء الرائعة هنا على تحفة الميادين، الميدان الذكي حيث يحتضن هذه الانطلاقات الرائعة والمسارات القوية. يا سلام يا سلام يا سلام، 6 كيلومترات. وتابع مشاهدينا الأعزاء المركز الثالث وتابع التحدي وتابع هذه المنافسة الشيقة هنا على هذا المسار الرائع وعلى هذه الانطلاقات الرائعة. المركز الثالث هناك ثالث المراكز الشاهنية لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم علي بن راشد بن غدير من يتابع على المركز الثالث والمركز الرابع، وتابع التقدم من خلال هذا الشعار والتواجد من الشاهنية لاسمه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سيف بن أحمد بن خريدة من يتابع أيضا على المركز الرابع والمركز الخامس، وتابع خامس المراكز هناك من تتواجد ومن تتقدم في هذا المسار صوغل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم فهد بن حصين النعيمي على خامس المراكز، والمركز السادس وتابع سادس المراكز وسادس التحديات الشاهنية لسمو الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني سالم بن عامر المدهوشي في عملية التضمير والتدريب، والمركز السابع وتابع سابع المراكز وسابع التحديات. هناك نشوة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أحمد بن سطاب بن رشيد السويدي هو من يتواجد مع المركز الثامن. هكذا الأسماء المنطلقة وهكذا التحدي في تحفة الميادين. هناك الظبي لسمو الشيخ عبد الله بن سعيد المعلى سلطان بن سعيد الخاطري هو من يتابع على المركز التاسع. هكذا الأسماء التسعة المتقدمة في مسار التحدي ومسار القوة. ولكن نعود مع البداية، نعود مع اليافل. اليافل اليافل على مقدمة هذا الشوط لهجن الرياسة أحمد بن مايد الخيالي من يتابع مع اليافل أحمد بن مطر بن مايد الخيالي مع بداية هذا الشوط مع صدارة هذا الشوط. ثاني المراكز هناك ضبة لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير من يتابع هناك ضبة مع المركز الثاني والمركز الثالث، وتابع التقدم وتابع التواجد من الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سيب بن أحمد بن خريدة من يتابع أيضا على المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز ورابع التحديات. هناك نشوة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد من يتابع أيضا على رابع المراكز والمركز الخامس، خامس المراكز من الجانب الآخر الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم علي بن راشد بن غدير على المركز الخامس والمركز السادس من الجانب الآخر. وتابع هناك وتابع هذا التحدي وتابع هناك الظبي لسمو الشيخ عبد الله بن سعيد المعلى سلطان بن سعيد الخاطري مع المركز السادس والمركز السابع، سابع المراكز وسابع التحديات. يا سلام يا سلام يا سلام، وصل بن حسين هناك، وصل بن حسين في هذا التحدي وفي هذا المسار. يا سلام يا سلام، هناك بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، هناك فهد بن حسين النعيمي في عملية التضمير مع صوغه مع صوغه مع صوغه. خلونا مشاهدين الأعزاء مع هذه الكوكبة المنطلقة وهذه التحديات الرائعة هنا على تحفة الميادين. ولكن نعود مع اليافل، نعود مع اليافل على مقدمة هذا الشوط التابع لهجن الرياسة. هناك التابع لهجن الرياسة، يا سلام، أحمد بن مطر بن مايد
الخيالي من يتابع اليافل على مقدمة هذا الشوط. ضبة تأتينا على ثانية المراكز لهجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير الواثق من يتابع ضبة مع المركز الثاني والمركز الثالث، وتابع التقدم من صوغة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، فهد بن حسين النعيمي مع المركز الثالث والمركز الرابع، هناك التقدم أيضا من الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع قائد العمليات في الفرقة 11 التراثية علي بن راشد بن غدير، ولكن التقدم يا سلام، تقدمت هناك نشوة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، أحمد بن سطاب الرشيد الخطير الخطير على خامس المراكز، ولكن نعود مع اليافل، نعود مع اليافل لهجن الرياسة، هناك اليافل نعم لهجن الرياسة، أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، ولكن ضبة غيرت ضبة التابعة لهجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير من يتابع ضبة مع التغيير مع الصدارة مع المقدمة، ولكن هناك التقدم، ولكن تقدمت هناك صوغة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، فهد بن حسين النعيمي واصل مع صوغة، واصل مع صوغة، ولكن أتابع أيضا أتابع هذا الشعار، أتابع هذا الشعار وأتابع نشوة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد مع المركز الثالث والمركز الرابع، تعود اليافل لهجن الرياسة والمركز الخامس، هناك التقدم من خامس المراكز من تتقدم، هناك الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن راشد بن غدير من يتابع أيضا، من يتابع هذا التحدي، من يتابع هذا المسار وقدوم الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن راشد بن غدير دافع بكوكبة ثنائية، دافع بكوكبة ثنائية، 800 متر أخيرة هناك الصدارة، الصدارة هو المقدمة، هناك التغيير مع مقدمة هذا الشوط، من غيرت مع البداية، من انطلقت بناموس هذا الشوط، البداية يا سلام، هناك صوغة غيرت صوغة غيرت صوغة، ولكن نشوة غيرت نشوة غيرت نشوة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، هناك الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد الضبع على المركز الثاني التابع لهجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير والشاهنية من الجانب الآخر، هناك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن راشد بن غدير، ولكن شوف العرض الرائع من الجانب الآخر، أتابع هناك، أتابع هذا التقدم وأتابع هذا الظهور من هذه الأسماء، ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، هناك نشوة 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 مع المقدمة، نشوة مع الصدارة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، أحمد بن سلطان بن رشيد هو من يتابع نشوة، هو من يفوز مع نشوة على المقدمة وعلى صدارة هذا الشوط، ولكن شوف الأمتار الأخيرة، شواهين واصلة نشوة مع البداية، نشوة تهنينا، والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والتهنئة أيضا موصولة لأحمد بن سلطان بن رشيد المركز الثاني، هناك شواهين لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، أحمد بن علي بن عامر العويسي والمركز الثالث، هناك الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن غدير، ورابع المراكز ضبة لهجن العاصفة والمركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هكذا مشاهدينا الأعزاء مسار القوة ومسار التحدي، نعود مع نشوة وتوقيت نشوة هناك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي هو المضمر وهو المتابع لنشوة، التوقيت الزمني 9:34 بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس المركز الثاني، هناك المركز الثاني شواهين لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، تهانينا والناموس، أحمد بن علي بن عامر العويسي هو المتابع لشواهين، التوقيت الزمني 9:00 نفس التوقيت مشاهدينا الأعزاء، 9:34 بالوفاء والتمام اللي وصلتنا على ثالث المراكز، الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن غدير، توقيت الزمني 9:35 تسع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لسمو الشيخ